كتاب التكنولوجيا 7 أساسي من الصفحة 74 حتى الصفحة 84، يعني من النشاط الثاني حتى للنشاط الرابع. سبق وختمت معكم النشاط الأول في الفيديو اللي فات، الرابط أول تعليق. نشوفوا النشاط متاعنا اليوم. نشاط 2، المنتج التقني مشبك ببرغي. باهي، إذن هناكيا كما قاعدين نشوفوا في الصورة، عنا المنتج التقني متاعنا مشبك ببرغي، هو اللي باش نخدموا عليه في النشاط هذا. عنا واحد، انا باش نقرا وانتوما تبعوا في الصورة يعني القطعة. باهي، واحد الذراع، 2 الفك المتحرك، 3 الفك الثابت، 4 المقبض، 5 الحلقة، 6 المشبك، 7 برغة تثبيت، 8 المسند، 9 غلاف المسند، 10 غلاف الفك. باي، نمشي توا للتعليمة. شو مطلب مني؟ حدد المواد المستعملة في صنع كل قطعة من القطاع التالية. عندي 3 حاجات: نقلية التيار الكهربائي والتفاعل مع المغناطيس والمادة. انت هي هو شنو مطلوب منك؟ عندك القطاع اللي كنا نحكيوا عليهم اللي هم 10 قطاع: ذراع، الفك المتحرك، الفك الثابت، المقبض، الحلقة، المشبك، برغة تثبيت، المسند، غلاف المسند، غلاف الفك. هذاكم الكل توا انت باش تصنفهم. انت باش تاخذ مثلا الذراع، باش تكتب اللي هو رقم واحد الذراع. هل ترى هو ناقل التيار الكهربائي ام لا؟ كان ناقل تكتب ينقل التيار الكهربائي، كان باش ناقل تكتب لا ينقل التيار الكهربائي. التفاعل مع المغناطيس، يعني باش تقول اللي الذراع تتفاعل مع المغناطيس ام لا، والمادة الذراع هذاك منش مصنوع. اذا ناخذ توا الاجابات، واحد اللي هو الذراع، هل هو ينقل التيار الكهربائي؟ لا ينقل التيار الكهربائي. هل يتفاعل مع المغناطيس؟ لا يتفاعل مع المغناطيس. المادة التي صنع منها الذراع اللي هو رقم واحد هو زهر. باهي، 2 اللي هو الفك المتحرك. الفك المتحرك هو مصنوع من الحديد، وأي شيء مصنوع من الحديد يتفاعل مع المغناطيس. إذن وحين يعني يكون يتفاعل مع المغناطيس بالطبع هو سيكون ناقل للتيار الكهربائي. يعني نقلية التيار الكهربائي بالنسبة للفك المتحرك اللي هو رقم 2 ينقل التيار الكهربائي ويتفاعل مع المغناطيس، والمادة المصنوع منها هو الحديد. به 3 اللي هو الفك الثابت. الفك الثابت كما قاعدين نشوفوا فيه هو مصنوع من الزهر، هو ديجا جاوب لك عليه. هو بما انه مصنوع من الزهر باش يكون يتفاعل مع المغناطيس، وبما انه يتفاعل مع المغناطيس باش يكون ينقل التيار الكهربائي. به 4 قال لك اللي هو المقبض. 4 يلزمني قبل ما نعرف ينقل التيار الكهربائي والا لا، ويتفاعل مع المغناطيس والا لا، يلزمني نعرفوا شنو هي الماده نتاعو. الماده منش مصنوع من الخشب، وبما انه مصنوع من الخشب، هل الخشب اي حاجه ما هيش حديد راهي ما تتفاعلش مع المغناطيس؟ اي حاجه مش حديد، يعني الخشب هو ماهوش حديد لهنايا، اذا لا يتفاعل مع المغناطيس. وبما انه ما يتفاعلش مع المغناطيس يعني هو ما يتفاعلش كذلك مع التيار الكهربائي. نتعدى الخمسة. 5 هي الحلقه، هذيك اللي كيبس المقبض. باهي، هو كاتب هيلك ديجا ينقل التيار الكهربائي. بما انه ينقل التيار الكهربائي سيكون يتفاعل مع المغناطيس، وبما انه يتفاعل مع المغناطيس من الذكاء ان تقول انه حديد. به 6 هو المشبك. 6 قاعدين نشوفوا فيه. اذا المشبك، هل ترى هو مش مصنوع؟ هو المشبك هو مصنوع من البلاستيك، وهل البلاستيك يتفاعل مع المغناطيس؟ اذا غير ما نخمم، بما انه ما يتفاعلش مع المغناطيس ما ينقلش التيار الكهربائي. يعني 6 لا يتفاعل مع لا ينقل التيار الكهربائي ولا يتفاعل مع المغناطيس، والماده التي صنع منها هو البلاستيك. بين تعدل 7 هو برغي التثبيت.
برغة تثبيت مصنوع من المادة اللي مصنوع منها هو الحديد، وبما أنه مصنوع من الحديد باش يكون يتفاعل مع المغناطيس، وبما أنه يتفاعل مع المغناطيس سيكون ناقل للتيار الكهربائي. نمشي لثمانية توا. ثمانية اللي هو المسند. المسند مش مصنوع من المطاط. المطاط هو ما يتفاعلش مع المغناطيس، كذلك ما يتفاعل، ما ينقلش التيار الكهربائي. تعدل تسعة وهو غلاف المسند، لا ينقل التيار الكهربائي، بما انه هو يعني من ذكاء انك تشوف معناها التفاعل مع المغناطيس اللي خدمه لك، قالك لا يتفاعل مع المغناطيس، يعني انت باش تكتبه له لا ينقل به. والمادة اللي مصنوع منها هو البلاستيك. ما هي وظيفة المشبك رقم 6 وما هو شكله؟ نغذر نشوف المشبك رقم 6. إذن هو ديجا كل قطعة مخرج لك منها الرقم، معناه شوفوا المشبك رقم 6. إذن شنو الوظيفة متاعه؟ ليش حاطينه؟ وشنو الشكل متاعه؟ به هو السؤال يتكون من زوز أجزاء. شنو الوظيفة؟ باش تذكر الوظيفة متاعه وباش تذكر الشكل. إذا إجابة على السؤال هذايا، إذا الوظيفة متاع المشبك رقم 6 هي ضمان ثبات قطعة العمل أثناء العمل عليها. به توا نتعدل الجزء الثاني. شكله مستطيل مع فتحة في المنتصف. به نتعدل توا. لماذا وقع الاختيار على الخشب لصنع المقبض رقم 4؟ كما تشوفوا ساعات في السكين نلقاو اللي الذراع، مش ذراع يعني المقبض متاع السكين نلقاوه بلاستيك. شنو السبب؟ علاش ما عملوهش حديد؟ لهناكية يعني بالنسبة للقطعة هذه، انا اعطيتكم مثال باش تفهموه. بالنسبة للقطعة هذه لانه عازل للكهرباء، ولانه غير قابل للانزلاق، ولانه مريح في الاستخدام ايضا. صنع المقبض رقم 4 بشكل اسطواني، يعني مدور المقبض رقم 4 بشكل اسطواني، فلماذا لم يكن بشكل موشوري؟ علاش؟ على خاطر لانه سهل الامساك به، ويسمح تطبيق قوة اكثر واكثر راحة في الاستخدام. هكا نكون كملت النشاط 2. شوفوا توا النشاط 3. لينكية في النشاط 3 المنتج التقني اللي باش نخدم عليه من شهر قطع المعادن. هنيك اللي عرف لك فيه، قال لك راهو هو أداة يدوية تستعمل عادة لقطع المعادن، وري لك تصويرة ثلاثية الأبعاد فيها طول وعرض وسمك، وري لك تصويرة مفككة. باهي لهنا كيما قاعدين نشوفوا أعطانا الأرقام متاع كل قطعة، رقم قطعة، رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، وعطاك التسمية نتاعها شنو اسمها، وهو كل جدول مقسوم على اثنين، معناها انت باش تتبع بالجدول هكا تقرا الرقم العدد التسمية هذاك في جدول، والاخر معناها في عود يجي تحته جاب وحده، معناها شوي يختصر السباس نتاع في الكتاب. معناها لهنا كي الرقم واحد، كي نقول العدد فسرت هيكم في برشا فيديوهات هذيا، فنقول العدد يعني القطعة هذيك قديه معاودة من مرة. باهي توا نوريكم كان فما قطعة، يعني كيف تبدا قطعة معاودة مرتين، يقول لك مثلا قدام القطعة واحد يكتب لك العدد اثنين تمشي في بالك وتفهم اللي هي معاودة مرتين، مثلا فما منها مرتين، معناها باهي الرقم واحد، العدد واحد، فما منها واحد معناها قطعة بركة. التسمية الهيكل هذيك اسمه، كما رينا في المبرات، معناها رينا اللي فيها هيكل وشفرة القطع والبرغي، وهو برغي التثبيت. باهي لهنا كي نشوفوا القطعة رقم 2 العدد واحد، فما منها واحدة بركة، معناها التسمية شنو اسمه الحامل المتحرك. الرقم 3 والعدد واحد معناها موجودة قطعة بركة، والتسمية اسمها صامولة فراشة. باهي نشوفوا توا الرقم تاع اللي بعده، معناها القطعة الرابعة منها العدد واحد بركة مش معاودة، 5 كذلك واحد بركة، 6 كذلك واحد بركة. باهي 4 التسمية نتاعها الشفرة، 5 التسمية نتاعو المقبض، و6 التسمية نتاعو المشبك. تعرف على أنواع الرسوم التقنية التالية، باش تعرف أنواع الرسوم التقنية. هو علاش عملك
رسم علاش معناها قال لك راهو رسم هذيك واحد ورسم اثنين. احنا في الفيديوهات السابقه تنجموا تزوروا الكونت تيك توك نتاعنا وتنجموا تزوروا قناتنا على اليوتيوب، لان الفيديو اللي نهبطه على اليوتيوب نهبطه على تيك توك. انواع الرسوم التقنيه، قرينا الرسم المنظوري المركب والرسم المنظوري المفكك. قلنا راهو نشوفوا كانوا ثلاثي الابعاد. نسال نفسي هل ترى هو ثلاثي الابعاد؟ كان لقيته ثلاثي الابعاد يمشي يكون رسم منظوري مركب ولا مفكك. كنا في صورة ما مثلا هو ثلاثي الأبعاد، لقيته ثلاثي الأبعاد، المركب باين والمفكك باين. المركب كيفاش باش يكون؟ باش يكون مركب في بعضه. والرسم المنظوري المفكك باش يكون كل قطعة مفككة وحدها. إذا كان هو مش ثلاثي الأبعاد، نسأل روحي هل ترى هو أقل من قطعتين أم أكثر من قطعتين؟ كانوا أقل من قطعتين راهو رسم تعريفي، يعني يبدأ فيه قطعة بركة ولا زوز قطع. وكانوا أكثر من قطعتين راهو رسم شامل. باهي نشوفوا تروح لرسم واحد، هاوكا هاوكا المنشار حطولك رسم واحد. باهي لهنا شنو نشوف؟ في الرسمة ثلاثية الأبعاد فيها قاعدة را في طول وعرض وسمك. باه انا ريت لي فيها طول وعرض وسمك، اش معناه؟ يعني باش تكون رسم منظوري مركب ولا مفكك؟ هل تشوفوا فيه انتم توا مركب ولا مفكك؟ اللي تراو فيه انتم توا هو مركب. اذا الرسم الاول هو رسم منظوري مركب. باه نشوف الرسم الثاني. الرسم الثاني اللي هنايا كيفاش قاعده الرا فيه؟ قاعده كذلك الرا في من منشار، الرا في ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد هذه باش يكون يا رسم منظوري يا مركب يا مفكك. هل ترى هو مفكك كل قطعه وحدها؟ اي المنشار هذا مفكك كل قطعه وحدها. اما الرسم اثنين هو رسم منظوري مفكك. احسنتم. باه هكا نكونوا عرفنا كيفاش نفرقوا بين رسم منظوري مركب ومفكك ورسم تعريفي ورسم الشامل. باهي كنت تحبوا على الدرس كامل تو نخليه لكم في صندوق الوصف والا في اول تعليق. باهي نواصلوا، نقلبوا صفحه 76 نفس النشاط، باش نخدموا على نفس المنتج التقني هو منشار قاطع للمعادن. الصفحه هذه عند استعماله للمنشار فوجئ عادل بتكسر المسبك الموجود بالقطعه رقم 2، فقام عادل باستبدالها من منشار قديم بنفس الحجم والشكل. به قال لك هو جاي يستعمل في المنشار هذايا، اتفاجئ اللي المشبك هذاك اللي كنا نراو فيه اتكسر له، اللي موجود في القطعه رقم 2 هايكا قطعه رقم 2 المشبك اتكسر له. مشى جاب وحده اخرى مشبك اخر من منشار قديم اخر بنفس الحجم والشكل. باهي لهنا كما قاعدين نشوفوا هذه القطعة القديمة غير صالحة للاستعمال اللي كسرها، والقطعة الجديدة من المنشار القديم. باهي عنا المنشار نفس الحكاية فيه يعني مرقم هالي فيه الهيكل والحامل المتحرك وصامولة الفراشة وفيه الشفرة والمقبض والمشبك. باهي بعد احضار القطعة البديلة جاب القطعة الاخرى، يعني القطعة الجديدة متاع المنشار القديم. قم بمساعدة عادل على تركيب المنشار مع اتمام مخطط التركيب. كما قلت لكم راه مخطط التركيب يكون عكس مخطط التفكيك. باهي عندي هناكية وهناكية، عندي باش نبدا نرتب. باهي هو باهي اللي هنا كي القطعة رقم 4 شنو اسمها هذيك؟ اسمها الشفرة. باهي الشفرة نتاع المنشار هذيك شنو باش يعمل لها؟ باش يشد القطعة رقم 2 اللي هي الحامل المتحرك ويحطها، يعني بعدها 2 من بعد شنو باش يحط؟ باش يحط الشفرة، شفرة نتاع المنشار هذا، يعني 2 و4. باهي لهنا كي عندي ثلاثة، القطعة الثالثة اللي هي شنو باش يعمل؟ باش يركب صامولة فراشة اللي هي هذيك، باش يكبس بها الحامل المتحرك. باهي إذا لهنا قالك مع العلم أن أو تساوي 1 5 6، 1 5 تبعوا معايا 6
يعني هذاك هو هنيكيا قال لك او معناها من الجهة الاخرى، يعني الاو اللي حطها لك هو في شكل او هذيك راهي 1 5 6. وانت باش تبدا ترد ما هي الادوات المستعمله لتركيبه؟ شنية الادوات المستعمله باش ركبناه؟